دوبلي دوبلي راكم مليح. مرحبا بك خالد ساعه في تونس وفي النادي الافريقي اللي بعد عناء طويل خالد لما شيء في النادي الافريقي. لا الحمد لله على كل حال، عندي واحد سمعنا كنت استنى باش نسيني اليوم، الحمد لله ربي يفتح وسينيت واني فرحان كي جيت هنا في الكلوب ما شاء الله ديما فرحان ان شاء الله. قلت لي خالد كيف قال السوري قال لي فما معاك جابو دونك ان شاء الله وتعرف البوست باش تلعب فيه انت في فيو يستحق النادي. وعندك انت كلاعب تقريبا عندك خبره والناس قلت استنى في خالد لا بيان سور انا جيت على جال هذيك كيما قلت يستنوا واحد فيفو وكان كلوب درك جديد مع بريزيدون جديد يحبوا يديروا برشا حوايج ان شاء الله. ان شاء الله احنا نكونوا في المستوى ان شاء الله نكونوا بحال نستنى فرحه الشعب تاع الكلوب ان شاء الله. ان شاء الله باش نلقاوك حاضر مباراه على حد لا ما تمنيتش بالك مع المشكل ان شاء الله. بون شونس ميرسي بارك الله فيك.